غزة راها تستنجد ولا حد سامعها وبيوت الناس تتهد والعالم شايفها غزة راها تستنجد ولا حد سامعها وبيوت الناس تتهد والعالم شايفها سنت ما عنده باش ينفع لازم وقت أحرار والأرض عمرها ترجع بهدرة مليون شعار سنت ما عنده باش ينفع لازم وقت أحرار ما نتعزاش حيتهم ما ماتوش انا ربي ما ينساش والظلم ما يقبلوش في دم اخوتي ما نتعزاش حيتهم ما ماتوش انا ربي ما ينساش الظلم ما يقبلوش وعكسي من العين والجرح ما بغى يبرى صغير يتيتم ويقاسي في أمه لكن عمر واستسلم الخوف وألم طفل صغير يتيتم ويقاسي في أمه لكن عمره ما استسلم الخوف وألم صغير استشهد في أرضه على فيهم فارق الله ونام ومحجر في الضحالف في حرها اختار يستشهد في أرض ولا في يوم يفارقها ولو محجر في الضحالف في حرها لازم نتحدو كنا في حدنا قوة دابا العالم يعرفنا صح احنا اخوة لازم نتحدو كلنا في حدنا قوة نحس أنا بالأمان ضروري خويا يحس بي وحتى أضعف الإيمان باقي ما وصلنا ليه باش نحس أنا بالأمان ضروري خويا يحس بي أنا جيت نهضر اليوم حيت على سكوتي غنتحاسب علاش ناس في دمها تعوم وناس ضميرها غاي من الخبر ملينا نساو
الصغر كتموت بين يدينا. علاش دم العرب الخاص غزة تحت النار يا ناس؟ فينكم يا عرب يا مسلمين مالكم ساكتين؟ واحنا الملايين بالاحتلال باقين راضيين. فينكم يا عرب يا مسلمين مالكم ساكتين؟ فينا الملايين بالاحتلال باقين راضيين. يا مسلمين مالكم ساكتين؟ فينا الملايين باقين راضيين. فينكم يا مالكم ساكتين؟ فينا الملايين بالاحتلال باقين. احتلال